الواحدة إلى ربع نشرة الظهيرة من القناة الثانية، وهذه أبرز العناوين. رفح تحترق، المحتل الإسرائيلي يقصف مخيما للنازحين، 45 شهيدا في مجزرة الخيام، وعواصم تندد بفعلات المحتل الإسرائيلي، والحرب على غزة في يومها 34 بعد 200 بحصيلة الشهداء تتخطى 36,000 فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال. أثمنة أضاحي العيد ملتهبة في الأسواق، نجس النبض في سوق برشيد مع جهان دبلالية، أثمنة السرد تبدأ من 5,000 درهم. على مقربة من حصاد السنة الدراسي، أزيد من 493,000 مترشح للبكالوريا في دورة يونيو، دعم بحصص لاستدراك ما ضاع من السنة الدراسية. الصورة في روبورتاج الظهيرة من الناطور. وسفيان رحمي هداف أبطال آسيا ينضم إلينا بعد قليل من العين. أهلا بكم. رفح تحترق والحرب على غزة في يومها 34 بعد 200، مجزرة في الخيام ارتكبها المحتل الإسرائيلي، قصف مخيما للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح، ما أدى إلى استشهاد 45 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء. طارق خان. قيل إنها آمنة ودفع إليها بآلاف اللاجئين الفارين. رفح قصفت وأحرقت خيامها. العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين لم توقفه قرارة محكمة العدل الدولية ولا تنديد الأمم المتحدة ومعها عواصم العالم. رفح المكتظة بآلاف النازحين استهدفتها طائرة الاحتلال عبر 8 صواريخ أطلقت في اتجاه خيام هرب إليها السكان من ويلات الحرب، لكنها لم تخطئهم. في الساعات المتأخرة من ليلة أمس الأحد، إسرائيل كثفت من غاراتها الجوية على خيام النازحين، من بينها مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أسفرت عن سقوط العشرات من الفلسطينيين على الأقل وفق ما أحصته مصالح الدفاع المدني، فيما يؤكد المتحدث باسم أونروا في غزة أن عدد القتلى والجرحى في رفح يفوق 100، معظمهم أطفال ونساء. إسرائيلي استهدف بالقصف أكثر من 10 مراكز نزوح خلال 24 ساعة، كان آخرها ارتكاب مجزرة مروعة في مركز نزوح بركسات الوكالة شمال غرب محافظة رفح، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا وعشرات الإصابات. العديد من الأشخاص كانوا عالقين داخل الخيام في رفح وأحرقوا وهم أحياء. يقول الهلال الأحمر الفلسطيني، جيش الاحتلال أعلن أن ضرباته أصابت الهدف، مؤكدا اغتيال قياديين من حركة حماس الأخيرة نددت بالهجوم واصفة إياه بجريمة حرب مروعة، في وقت أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الاستهداف الإسرائيلي لرفح تحد جديد لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية. تمر الأسابيع فالشهور وغزة تحت نار حرب حارقة ومؤلمة، يقف العالم مشدودا وحائرا أمام فظاعتها. وغدا يدخل حيز التنفيذ اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالدولة الفلسطينية، القرار الذي أغضب المحتل الإسرائيلي. وزارة خارجية إسرائيل طلبت اليوم من القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من فاتح يونيو المقبل. وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قال في بروكسل في وقت سابق إن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين هو إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني. وطنيا، مع اقتراب عيد الأضحى وتنامي الحديث عن ارتفاع أسعار الأكباش، لجأت الحكومة إلى فتح باب الاستيراد لدعم العرض الوطني في وقت تسجل فيه أثمنة الأضاحي أرقاما قياسية لأسباب متقاطعة ترتبط بتراجع مساحة الكلأ مع توالي السنوات العجاف، فيما البعض الآخر من المهنيين
يتحدث عن تأثير الظرفية العالمية على أثمنة الأعلاف، وبين الرأي الأول والثاني ملتهبة هي أثمنة الأضاحية كما نشاهد في هذه الصور من سوق تنين ببرشيد. ومن سوق برشيد تنضم إلينا جيهان الدبلالي. أهلا بك جيهان. إذن تتواجدين في نقطة لبيع أضاحي العيد، كيف هي أثمنة الأضاحي اليوم؟ نعم سلاء، أهلا بك وبالمشاهدين، وكما تشاهدون نتواجد في هذه الأثناء هنا بسوق الأسبوعي تنين برشيد. نتواجد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وقد سجلنا إقبالا مكثفا، لكن تصعب عملية العثور على أضحية بمواصفات جيدة وبأثمان مناسبة ومعقولة. أثمنة ملتهبة تتجاوز 6000 درهم بالنسبة للرؤوس المتوسطة، والغلاء سجل أيضا لأن هناك إقبال وبالموازاة هناك أثمنة مرتفعة. سناء، لاحظنا كذلك أن العرض يفوق الطلب في وقت تزودت فيه الأسواق المغربية ب7.5 ملايين من الرؤوس المغربية، والاستهلاك لا يتجاوز 4 ملايين رأس. سجلنا كذلك سناء على أن هذه السوق هنا بتنين برشيد لا تتوفر على الرؤوس المستوردة من إسبانيا ورومانيا والبرتغال، فقط الرؤوس المحلية طبعاً. وكنا قد لاحظنا جيهان. تواجد بكثرة للوسطاء أو ما يعرف. نعم جيهان، أعتقد من الصعب تلقي أكباش مستوردة في منطقة تعرف أساسا بإقبال الناس ديال برشيد، ستات شاوية عموما على الخروف السردية بالدرجة الأولى، كيف هي أثمنة السردي الذي يتربى على قائمة أكثر الأنواع طلبا في منطقة الشاوية؟ نعم سناء، كما قلت أن هذه المنطقة هي قريبة بما يعرف من مرقد السردي اللي هو البروش، فالأثمنة تبدأ من 6000 درهم، وقد صادفنا خلال جولتنا الصباحية أثمنة تتجاوز 10000 درهم، وذلك لجودة هذا النوع المحلي. فقط نقطة أريد أن أشير إليها سناء، هو تواجد بكثرة للوسطاء أو ما يعرف بالشناقة أكثر من الكسابة، وهذه مسألة تزعج المستهلكين لما للوسطاء من هامش ربح مرتفع، وبالتالي هذا يساهم في غلاء الأضحية. سناء، نتمنى في القادم من الأيام وقبيل عيد الأضحى أن تعرف أسعار الماشية تراجعا، وذلك لتتمكن جميع الطبقات والشرائح من الاحتفال بهذه الشريعة الدينية في أفضل الظروف. إذن كتبقى أنه كما قلت جيهان أنه كاين العرض وما كاينش الطلب، ربما ستتراجع الأسعار، لكن نقطة انتباهي كتقولي أنه السردي كيبدا ب6000 درهم، بمعنى أنه ما يمكنش نلقاو اليوم في الأسواق خروف بأثمنة كالمعتاد في حدود 3000-3500 درهم. نعم سناء، لم أسمعك سناء. كتقول لي جيهان أنه الخروف كيبدا خروف سردي من 6000 درهم، بمعنى أنه ما لا يمكن أن نتصور اليوم خروف في أثمنة كالمعتاد في حدود 3500-4000 درهم، وخا هذا التمر ماشي في متناول الجميع. أكيد سناء، هذا الثمن ماشي في متناول الجميع، وكنا قد سجلنا إقبالا مكثفا من جميع الطبقات المجتمعية في هذا السوق الأسبوعي، لأنه يعتبر أكبر سوق أسبوعي بالنسبة لجهة الشاوية. السردي متواجد ونلاحظ وقد لاحظنا وكما رأينا في الصور التي بثت قبل قليل، هناك جودة في يعني الكبش السردي لنوعية الأعلاف وكذلك جودة الحظيرة التي يربى فيها، لكن
الثمن يبقى مرتفع كثيرا هذه السنة، حتى المهتمين والمهنيين والكسابة والفلاحة الذين صادفناهم خلال جولتنا اليوم كلهم أشاروا إلى توالي سنوات الجفاف كما ذكرت قبل ذلك، وكذلك الأزمة الأوكرانية التي ساهمت في غلاء الأعلاف، فهذه السنة تبقى استثناء بالنسبة لأثمنة الأكباش، وكذلك تجاوزت السنة الماضية، فبالنسبة لهم جميعا هي سنة استثنائية بكل المقاييس، ولكن كلهم يأملون في تراجع في الأثمنة في القادم من الأيام. سناء، شكرا لك جيهان دبلالي، كنت معنا من سوق الاثنين بمنطقة برشيد بضواحي الدار البيضاء. ونبقى دائما ببرشيد، نتوقف اللحظة عند تأثير السنوات العجاف على سوق الشغل في العالم القروي. المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن فقدان نحو 160 ألف فرصة عمل هذا الموسم. تقلو هذا المعطى تلمسه في شهادات استقتها الظهيرة من ضيعات ولاد حريز، معك حسن بن رابح. في ظل موسم جاف بل وفي ظل تعقب سنوات الجفاف، بات الحصول على فرصة عمل وسط فئة العمال الموسميين بالحقول أمرا صعبا نوعا ما، لكن سنابل هذه الضيعة المثمرة لاعتماد صاحبها على الري بعثت البشاشة لدى عبد المجيد وابتسامة خجولة. يشتغل منذ الساعات الأولى لصباح اليوم كسائق لهذه الآلات لربط مكعبات تبن القبح بالأسلاك المعدنية، مهنة يمارسها منذ سنوات، لكن مؤخرا انحسر الطلب على المختصين فيها، فأصحاب الحقول قل حصادهم وبالتالي قلت مداخيلهم بشكل جلي. أكثر من 14 عام وأنا كنخدم في هذه المهنة هذه، وعندي أربعة الوليدات راه كنعيشهم في الحلال، والفلاح نخدموا مع الفلاحة، هما اللي كنخدموا معاها، ملي كتسالي هذه الفلاحة راه كنمشيو نقلبوا على شي حاجة أخرى ثاني، كنخدموا في موقف، كنخدموا في شي حاجة اللي كنخدموا فيها. وهذا الحمد لله بالنسبة لهذا العام اللي صرا غامرة شوية وخسيرة شوية الفلوس بالنسبة لهذا الشيء ديال الفلاحة، اللي غامر فيها شوية وسقى منها وداك الشيء راه هز فيها شي بركة، ولا اللي ما سقاش راه الوقت جات عنده عيان شوية ماشي. يتلقف محمد مكعب التبن من زميله في العمل. هو أب لثلاثة أطفال منذ 20 سنة وهو يشتغل هذه المهنة الموسمية، فعندما ينتهي موسم الحصاد ينتقل إلى العمل في ورشات البناء لكسب قوت يومه. سنوات احنا خدام في هذه الخدمة، وين الحمد لله احنا عايشين بها وعايشين بعائلتنا، والفلاح مضرور شوية وين الحمد لله هذا العام ناقص شوية، وين خدام كنخدم 120 درهم 100 كل عام، وباش كنخدم ما مقيتش، وين الحمد لله احنا قادين بيتش قانعين به، والاخر العام ناقص هذا العام شويه، وحنا واخا في هذه المهنه ما كرهناش يكون عندنا الاوراق ديالنا والتامين ديالنا وكل شيء ديالنا. بيانات المندوبيه الساميه للتخطيط تفيد ان سوق العمل الوطني فقدت 159 الف فرصه عمل بالارياف خلال الربع الاول من سنه 2024، فللعام الخامس على التوالي يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي. في حصاد السنة أتحدث هنا عن حصاد السنة الدراسية، حصص للدعم مفتوحة حاليا في فصول المدارس العمومية لاستدراك ما ضاع من الزمن المدرسي في سنة طبعتها الانقطاعات المتتالية في الدراسة. فؤاد العزوزي، محمد حشوب من الناظور. كلما اقترب موعد الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا إلا وتزيد وتيرة الاستعداد، يلجأ العديد من المترشحين إلى الاستفادة من دروس الدعم، كما الحال هنا بالنسبة لهؤلاء التلميذات والتلاميذ بمدينة العروي نواحي مدينة الناظور. أنا الأساتذة كيتعاملوا مزيان وكنستافد مزيان من الدار، من كنت باقية غير في الدار وها هنا كنستافد مزيان وكنفهم مزيان الدروس. كنبغي نشكر الأساتذة بعد على الدعم ديالهم اللي كيعطيونا في المبادرة هذه، وإن شاء الله كنتمناو نحصلوا على شي نتيجة إن شاء الله إيجابية ونديروا شي نقطة إن شاء الله مزيانة باش نفرحوا الوالدين ديالنا إن شاء الله. ومئات التلاميذ والتلميذات بإقليم الناظور يستفيدون من الدعم التربوي المجاني. هنا بدار الشباب العروي شراكة بين مديرية التعليم وجمعيات المجتمع المدني مكنت المترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا من تلقي دروس في مختلف المواد الدراسية الأساسية.
حوالي 50 أستاذ متطوع يساهم إلى جانب الجمعية مجانا، يقدمون دروسا للدعم للتلاميذ المقبلين على امتحانات الإشهادية للثانية بكالوريا، الأولى بكالوريا، وأيضا الثالثة إعدادي وحتى السادس ابتدائي. عدد الأساتذة يصل إلى 50. عدد المستفيد من التلاميذ يتراوح بين 3000 و 5000 تلميذ سنويا. تتضافر بمجهودات مختلف الشركاء خاصة المجتمع المدني وجمعيات الآباء في تقديم مجموعة من الدروس التربوية وخاصة في الدعم التربوي لمختلف هذه المستويات خاصة في المواد الأساسية. على مستوى إقليم الناظور يستعد لاجتياز امتحانات البكالوريا أزيد من 5700 مترشح ومترشحة، 60% منهم يستفيدون من الدعم التربوي من أجل تدارك الزمن المدرسي المهدور ومن أجل كتابة أسمائهم في لائحة الحائزين على شهادة هي مفتاح باب التعليم العالي. وكل التوفيق للمترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا هذا العام. قلة الكوادر الطبية من جهة والنقص الحاد في التجهيزات الطبية من جهة أخرى، نتحدث عن المراكز الصحية بقرى منطقة أقفاي السياحية. الموضوع يتسبب منذ سنوات في معاناة كبيرة لساكنة المنطقة، ومعظم الساكنة تشتغل هنا في المجال السياحي لتقريب الخدمة الصحية من هذه الفئة، قافلة طبية بأقفاي. محسن هبان، عدنان صلاني. أقفاي تخفي هذه المنطقة السياحية الذائعة الصيت عالميا نواحي مدينة مراكش وراءها دواوير نائية تفتقر لعدة خدمات. يصغي أحمد وهو أحد أبناء المنطقة وهو الذي يعمل في قطاع السياحة لسنوات طويلة إلى تعليمات الطاقم الطبية، فرصة علاج انتظرها طويلا، ويستفيد اليوم من وجود قافلة طبية متعددة التخصصات. أنا السياحة ولد المنطقة، ملي تنمشيو مثلا للمدينة تنعزو الناس ديال البيفواكات اللي عندنا ديال السياحة، كيقول لك علاش مشيتي لا ما من هنا، على تقريبا كدير لك واحد المدة ديال يومين ولا ثلاث أيام. هاد القافله الطبيه اللي جات عندنا هنا للمنطقه ديال جامعه أقفاي راه قربات علينا كل شيء. انا خدامه في السياحه وانا دابا طرات لي اكسيدون ترس من رجلي، ويعني ما كنقدرش نمشي حتى للمدينه، بعيده علينا بزاف، وجابوا لنا اليوم هاد القافله لهنايا، يعني شكرا بزاف. ومكرنا الصراحه يبداو يجيو عندنا كل مره، حيت الناس هنا بزاف اكثريه ما كيعرفوش فين يمشي، وكاينين بزاف الدواور اللي ماشي هما هادو، كاينين بزاف الدواور المساكن اللي ما عارفينش فين يمشي ولا فين يجيو. معظم المرضى في هذه المنطقه كانوا يضطرون للتنقل الى مدينه مراكش بحثا عن الخدمات الاستشفائيه. اخترنا هذه الجهه اساسا حيت الناس كيعتقدوا ان أقفاي واحد الجهه سياحيه، دونك درنا قافله فيها بزاف لي سبيسياليتي، ضمنهم ميديسان جينيراليست، طبيب تاع السكر، طبيب تاع العينين، اخصائيه التخاطب اي اوتر. بعيد مراكش بزايد، والمركوب قليل، ما كاينش المركوب، ولا بديت في المقص فين تبات، ودابا الحمد لله ندوزو شي هنا ونمشيو بحالاتنا قريب الحمد لله، الله يجزيهم بخير. القافلة تضم عشرات الأطباء من بينهم 6 أخصائيين، فرصة علاج ونافذة أمل أتاحتها لسكان هذه المناطق النائية. واللحظة نعبر إلى الشق الثاني من الظهيرة وتتابعونا بعد قليل. إعادة استعمال المياه العادمة ملف تطرحه للنقاش نادية اليوبية في فقرة ظهيرة الاثنين بيئتنا. وضيف الظهيرة رئيس النادي المكناسي ينضم إلينا من مكناس والكودام، تعود إلى نادي الصفوة بعد غياب دام لأحد عشر عاما. قبل ذلك، لحماية واد أم الربيع من التلوث قام المكتب الشريف للفوسفات بإحداث وحدتين لمعالجة المياه العادمة، الأولى بالفقيه بن صالح والثانية بمنطقة قصبة تادلة. روبورتاج الظهيرة يدور حول محطة قصبة تادلة، المحطة في مراحل الإنجاز الأخيرة. حسن بدامي. مشاهد آثار الجفاف بادية على جنبات ومجاري سد قصبة تادلة، مخزون وشح كثيرا،
وما تبقى من مياه حقنته أضحت عرضة للتلوث الحاد. المكتب الشريف في الفوسفات عمد إلى إنجاز هذه الوحدة لمعالجة المياه العادمة قبل تصريفها على مستوى واد أم الربيع. الأشغال بلغت مراحلها الأخيرة. المشروع بدا في تقريبا 2021 اللي التكلفه ديالو كانت تقام تقريبا 16.8 مليار. تم معالجه المياه العديمه اللي غادي تمشي للو سي بي، تم السقا ديالها وسميتو، وان شاء الله راه هو في المراحل الاخيره ديال ان شاء الله باش يتم التدشين ديالو. يتوقع القيمون على المشروع أن تتمكن محطة قصبة تلة من إنتاج 2.2 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة غير تعاقدية، وتتوخى إنهاء الاعتماد على المياه العذبة بتكلفة إجمالية كالآتي. اللي فيها تقريبا 20 مليار اللي توظفت لهذا المشروع الكبير والضخم اللي هو مشروع بيئي، هذه يمكن يعني تجميع جميع المياه العادمة عبر قنوات لتصب في هذه المحطة التصفية وتتم معالجتها. هذا موقع آخر من مواقع ضخ المياه الفرعية بدوره في مراحله الأخيرة من الإنجاز. الهدف من هذه المواقع الفرعية هو تجميع المياه العادمة قبل معالجتها في المحطة الرئيسية، معالجة بيولوجية. كنا كاتر ستاسيون بومباج، هذه آخر وحدة وهي هي لي بلو ديمونسيوني هي هذه، ومن بعد غادي يولي ريفورمو من هنايا حتى لا ستاسيون ديبيراسيون اللي غيدير لها تريتمون ديال هاد لي زو يوزي ديال المدينة كاملة. المحطة التصفية هي اللي غتكون الموضوع ديال المعاينة دابا من بعد هاد اللقاء هذا اللي هنا. بالنسبة لهاد المشروع هذا عنده الأهمية الكبرى ديالو، هي عنده جانب الحفاظ على الجانب البيئي والإيكولوجي ديال المدينة. يعني كما تعرفوا دابا هاد الواد التي تعتبر مصدر الحياة ديال هذه المدينة هذه ما خصوش يبقى ملوث، وبالتالي فكرنا أنه يكون هذا المشروع ذا قيمة بيئية أكثر من غيرها. المكتب الشريف للفوسفات عمل على إنشاء محطة ثانية بالفقيه بن صالح في رهان أساسي على استعمال المياه المعالجة بالمحطات في عملية غسل الفوسفات المستخرج من مناجم خريبكا، كما يتم تزويد موقع خريبكا بمياه التحلية القادمة من الجرف الأصفر عبر أنابيب على طول يتجاوز 200 كيلومتر. ملف استعمال المياه العادمة أو إعادة استعمال هذه المياه تطرحه نادية اليوبي في فقرة ظهيرة الاثنين بيئتنا. أهلا بك نادية. أهلا بك سناء. نادية، اليوم مع واقع تراجع الموارد المائية ربما معالجة المياه هي آلية من بين آليات أخرى لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي. هي كما قلت لمعالجة أو مواجهة هذا الوضع الاستثنائي الذي تميز بالجفاف، ولكن كما أشار إلى ذلك حسن بن رابح في الروبورتاج، هو يقي مجموعة من الوديان الكبرى في المغرب من التلوث بسبب المياه العادمة التي تصب فيه، كما عايشنا واقع وهذه استراتيجية نهجتها كل من الرباط، صخيرات، مارب، بوزنيقة، بن سليمان، ستات، أسفي. اليوم المساحات الخضراء تسقى من مياه عولجت. نعم، وقصبة تادلة هي في الطريق، وهنا نتحدث عن استراتيجية التي يطمح المغرب من خلالها إلى إعادة استعمال ما يفوق 300 مليون متر مكعب في أفق 2050، وذلك في مجالات مختلفة، منها سقي المساحات الخضراء وسقي ملاعب الجولف وسقي الأراضي الزراعية أو لأغراض صناعية، وما يساهم في توفير ملايين الأمتار المكعبة من الماء الشروب. حجم المياه العادمة التي تفرزها مدن المغرب يقدر حاليا بحوالي 550 مليون متر مكعب سنويا، تمت معالجته في 45% منها بفضل 117 محطة معالجة تنقية المياه بالتناضح العكسي. إذن هي من أكثر التقنيات المستخدمة في هذه المحطات لمعالجة المياه، تتحقق عبر استعمال أغشية تسمح بإزالة الأملاح الذائبة والشوائب أخرى من المياه من خلال غشاء التناضح العكسي المناسب للمحافظة على المعادن الحيوية في الماء. حقا هذه التقنية هي مكلفة جدا، لكنها تؤتي أكلها عندما ننقي الوديان مثلا الكبرى من مياه العوادم.
تحدثت نادية عن تقنية التناضح العكسي، كيف تتم هذه العملية؟ هذه العملية تم عبر مجموعة من المراحل، ولكن بداية يجب الإشارة إلى أن المعالجة بالتناضح العكسي تمكن من تنقية مياه الصرف من الشوائب والملوثات والمواد العضوية العالقة فيها، وتمر عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة المعالجة الميكانيكية أو الفيزيائية، وتشمل التصفية وأيضا أو الغربلة أو ما نسميها بالغربلة داخل غرابيل حديدية، يتم احتجاز كافة الأجسام الصلبة الكبيرة العالقة في المياه العادمة كالحجارة والعلب وقطع القماش. في هذه المرحلة تنتقل المياه إلى عملية الترسيب، والهدف من هذه العملية التخلص من المواد العضوية العالقة ومن الجزء الأكبر من الملوثات الصلبة في المياه بطرق المعالجة اللاهوائية، وذلك لإنتاج الغاز الحيوي والسماد، حيث يتم التخلص من الزيوت العائمة على سطح المياه العادمة. بالنسبة للمرحلة الثانية هي مرحلة المعالجة الحيوية أو المعالجة البيولوجية، وتتحقق هذه المرحلة بفضل خطوتين اثنتين. الخطوة الأولى هي التهوية، والخطوة الثانية وهي الترسيب، لنصل أخيرا إلى المرحلة الثالثة وهي المعالجة الكيميائية، وتهدف بشكل أساسي إلى تعقيم المياه بوسائل تعقيم مناسبة مثل الكلور أو الأشعة فوق البنفسجية، وذلك لضمان عدم تكاثر البكتيريا. هي عمليا أو تقنيا هي عملية جد معقدة ومكلفة جدا، لكنها تحقق الهدف الأسمى، هو تنقية مياه العادمة وتوجيهها سواء لسقي مساحة خضراء أو لتلقى مصفاة وتلقى نقية في الوديان الكبرى. ماذا عن نصيب المدارس والمؤسسات العمومية من هذا السياسة وهذا المفهوم الاقتصاد في الماء؟ نعم، النصيب هو كبير جدا. لماذا؟ لأنه تم تثبيت هذه الثقافة في أذهان المراهقين وأيضا التلاميذ داخل المؤسسات لأجل تحقيق هدف سام، وهو الاقتصاد في استعمال المياه. ومبادرة اليوم تنقلنا إلى مدرسة النعيم الابتدائية بالدار البيضاء، تحديدا بحي البرنوسي، حيث نجح تلامذتها بمعية مدرسي علوم الحياة والأرض في تحويل مياه المغاسل إلى المساحات المغروسة عبر وضع بعض القنوات لتحقيق ذلك، والنتيجة انخفاض في فاتورة الماء. هشام بهلوان انتقل إلى هذه المدرسة واقتفى أثر هذه المبادرة، لنتابع. قمنا بإنشاء قنوات لتجميع المياه المستعملة في المغاسل، وبعد ذلك ربطها بقنوات لريب التنقيط، مما يساهم في سقي مؤسسة بكميات ضئيلة وكافية للنباتات. لاحظنا انخفاض ملحوظ في فاتورة الماء. تعلمت ان ترشيد استهلاك الماء هو شيء ضروري في البلاد لكي لا يكون ضياعا للماء. اللي تعلمته من هذا ترشيد استهلاك الماء اننا خاصنا نحافظ على الماء جيدا وما نبدروش، لانه شيء مهم في حياه الانسان. التلاميذ حسوا ولمسنا فيهم واحد السلوكات إيكولوجية، ونعكس ميم في نقل هاد الترشيد، يعني هاد التقليص في استهلاك ديال الماء نعكس حتى على الأسر ديالهم. دارنا علمتهم بزاف ديال النصائح اللي تعلمتهم هنايا في المدرسة، بحال ما ملي تبغيت مثلا تغسل الأواني ما تبقاش غير تفتح الصنبور ومثلا تغسلهم، دير مثلا بانيو تغسل فيه وبانيو تشلل فيه. حبذا لو أن هذه المبادرة يتم تقليدها في مدارس أخرى. أريد أن أشير أخيرا سناء إلى أن التربية بالمحاكاة توتي أكلها، وقد شاهدنا ذلك من خلال هذه المبادرة. شكرا لك نادية، وإلى الاثنين المقبل إن شاء الله. إن شاء الله. والأرض اهتزت اليوم في الدريوش، هزات أرضية بلغت قوتها 4.5 على سلم ريشتر. وقعت الهزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حدد مركزها في عرض ساحل الدريوش. وفي مكناس فرحة كبرى في العاصمة الإسماعيلية بعد
خطوة بسيطة جدا تفصل النادي المكناسي القدم عن العبور رسميا إلى قسم الصفوة بعد غياب دام لأحد عشر عاما. محمد جردة رصد فرحة المكناسيين في أمسية عبور يبدو رسميا ووشيكا للقدم في نادي الكبار. مدرجات الملعب الشرفي بمدينة مكناس تهتز فرحا على إقاعة الصعود. النادي المكناسي بعد 11 عاما من الانتظار يعود مجددا ليعانق أجواء قسم الصفوة. الحمد لله والشكر لله، فرحة كبيرة تاريخية. العاصمة الإسماعيلية العاصمة، وما أدرك ما العاصمة، لها تاريخ والنجوم اللي دازوا في النادي المكناسي ما كاينينش في المغرب. تيفرحونا والصعود ديالهم للقسم الوطني الأول بعد كما قلت لك من بعد 11 سنة إن شاء الله. دابا نشوفوا المسيرة القدام إن شاء الله كي غادي تكون. وشكرا بزاف لفريق النادي المكناسي وشكرا بزاف للجمهور الكريم. التعادل في مباراة أولمبيك تشيرا أعقبته فرحة هستيرية لجماهير النادي المكناسية. فارس العاصمة الإسماعيلية مكناس عاد مجددا لمكانته الطبيعية بين كبار البطولة الوطنية. المدينة كلها غتكون فرحانة لأن إن شاء الله غادي نستقبلوا فرق اللي هي كبيرة، والفرق اللي الرجاء الوداد الجيش اللي غيمكن عاوتاني نشوفوها، هذه 10 سنين ما شفناهاش في المدينة. فرحة لا توصف، وبدون استثناء غيكون جميع الناس في مدينة مكناس فرحانين. والحمد لله على هذا الصعود هذا، والحمد لله ونشكره وإن شاء الله الرحمن الرحيم. مدينة مكناس غتعرف واحد الازدهار كبير من الألف صعيد إن شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا فرحانين كاملين. فرحة مستحقة لجماهير القديم بعد مسار متألق لزملاء توماس غونازوا، مسار عاد بقطار فارس العاصمة الإسماعيلية مكناس لحظيرة القسم الأول. ورئيس النادي المكناسي خالد تعرابت ينضم إلينا مباشرة من مكناس. أهلا بكم. إذن فرحة المكناسيين كانت كبيرة بالأمسية بعد تعادل النادي المكناسي القدم 3-3 أمام فريق تشيرا. مراكش خسرات البارح أمام واتزم، جديدة ربحات بخمسة أمام جمعية سلا. هل لنا أن نتحدث وخا باقي ثلاثة الدورات على القدم رسميا في نادي الكبار، القدم اللي كانت بطل في 95؟ شكرا الأخت سناء على الاستضافة. أولا نقدر نصرح بأن يعني عمليا القدم في القسم الاحترافي الأول. كرئيس النادي المكناسي عشنا البارحة واحد المقابلة حماسية مشوقة، يعني كانت في المستوى اللي شهدت واحد التواجد ديال جماهير غفيرة ديال النادي المكناسي، ديال المحبين ولا يعني العشاق ديال النادي الأوفياء، وكانت واحد السعادة يعني لا توصف. يعني استطعنا حنا كمكتب واللاعبين والأطر التقنية وجميع المتدخلين والفعاليات الاقتصادية والجهات المانحة باش نحققوا هذا الإنجاز هذا اللي فرحنا به الساكنة ديال مكناس بصفة عامة والجمهور الرياضي المكناسي بصفة خاصة. القدم إذن بعد 11 سنة إضافة بأن احنا ما خصناش نقطة أعتقد بأن خصنا تعود نقاط، يعني بغينا نكملوا إن شاء الله الموسم 64 نقطة إن شاء الله. أما القدم الصعود ديالو أمر محسوم، بدأ الأمر محسوم، أمر عبور القدم إلى نادي الصفوة خصكم نقطة زعما باش نتكلموا بشكل رسمي، لكن الطموح ديال رئيس النادي هو طموح مشروع 64 نقطة الفوز في ثلاثة المباريات الجاية. بغيت ندخل معك أنا شوية كنفهم شوية في الرياضيات، بغيت ندخلوا كاع في الحسابات. أنا حسبت هذا الاحتمال، هذا احتمال جد ضعيف كيساوي يعني احتمال صعود النادي المكناسي بهذا اليوم كيساوي 99.98%، يعني واحد على 3 على بويسونس 1.8، يعني احتمال جد ضعيف. يعني ولكن ما نخرجش في هذه الحسابات. كان عندنا نقولوا بهذا القدم صافي راه احتفلنا البارح. انا بالنسبه لي صافي القدم راه في بريمير ديفيزيون.
ما يعني انما ما احتفال المشروع, المشروع لانه واحد القضيه الاخت سناء الصعود الرسمي ما عمره ما كيكون خص لومولوغاسيون ديال لي ماتش اخر دوره بصفة. ولكن انا كنعتقد بان المساله محسومه, المساله محسومه, وحنا نهنئ الفريق على هذا الصعود بعد 11 عام من الغياب. الكودام يعود الى نادي الصفوه ب 99% في انتظار ديك 100, مازال اسر باقا ديك النقطه باش نوصلوا ل 100. لكن ما هو سر النجاح؟ واش ممكن تعود الكودام سيناريو 95 فاش طلعت نادي الصفوه خاضت البطوله في هذاك العام وبعجاله السي خالد تعربت؟ وشكرا على هذا السؤال هذا المهم. حنا بالنسبه لنا كنعتقد بان السر ديال هو اولا هو يعني التسيير العقلاني المؤسساتي, هذا هو اللي عطى يعني النتيجه هذه. هذا الشيء ما جاش صدفه, لان يعني احترمنا التخصصات ديال كل واحد, يعني وفرنا الظروف باش الناس يشتغلوا خصوصا الطاقم التقني. يعني وبهذه المناسبه كنحيي المدرب السي عزيز النيبي على العمل الجبار اللي قام به والمهنيه ديالو والكفاءه ديالو العاليه وجميع اللاعبين. وكيسود في واحد القضيه باش نقولها لكم, في هذا الفريق ديالنا ما فيش لي فيدات ولكن فيه لاعبين منضبطين كيشتغلوا يعني كيحترموا المدرب ديالهم التعليمات ديالو, وهذا هو السر ديال النجاح وهو المنهجيه اللي غادي يعني نشتغلوا عليها ان شاء الله في المستقبل. حنا فريق ديال الانضباط ديال العمل ديال يعني ديال الاحترافيه, لان حنا دابا شكرا. شكرا تبارك الله عليكم سي خالد تعربت رئيس النادي المكناسي, كنت معنا مباشره من مكناس, ومبروك القدم بالصعود نادي الصفوه. مبروك أيضا لأسود الأطلس, إنجازات غير مسبوقة للدوليين المغاربة مع أنديتهم. آخر الملتحقين حكيم زياش أحرز الدوري التركي رفقة غالاتا سراي, لينضاف بذلك إلى أشرف حكيمي توج بكأس فرنسا مع نادي باريس سان جيرمان. سفيان أمرابط بكأس إنجلترا رفقة مانشستر يونايتد. أمين عدلي توج بكأس ألمانيا رفقة ليفركوزن. ريدا سليم أحرز دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي المصري. إبراهيم دياز بلقب الدوري الإسباني رفقة ريال مدريد. والدولي المغربي السيبارية يحرز هو الآخر على لقب الدوري الهولندي رفقة إندهوفن الهولندي. وطبعا حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونوة بلقب الدوري السعودي, كما توج الأسد سفيان رحمي رفقة ناديه العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا. وفراسيد سفيان رحمي 13 هدف, هو الهداف وهو الأفضل في دوري أبطال آسيا من العين من الإمارات. ينضم إلينا سفيان رحمي, أهلا بك سفيان. أهلا وسهلا أختي سناء, شكرا على الاستضافة. عرفت أنك سفيان عارفة أن عندك حصة تدريبية وعارفة أنه خليناك معنا تل آخر النشرة. شكرا لأنك احترمت والتزمت مع الظهيرة بهذا المرور من مدينة العين الإماراتية. شنو درت يا سفيان هذا العام؟ يعني تميزت وتفوقت وفي النهائي سجلت الهدف الأول والثاني وكنت وراء ضربة جزاء, ما سر هذا النجاح؟ شكرا اختي سناء على الاستضافه, وشكرا الجمهور المغربي على المسانده ديالو طيله المشوار ديالي في دوري ابطال اسيا. الحمد لله, هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هاللقب هذا غالي خصوصا اللي غاب على نادي العين منذ ما يقارب 21 سنه. كنبغي نشكروا الجماهير المغربيه اللي حضرات بكثافه وازرت سفيان. كان ما يقارب عن 1500 متفرج مغربي اللي من دولة الإمارات كاملة, كان بغي نشكرهم. والحمد لله هذا لقب كينضاف لخزينة سفيان وأنا فرحان به بزاف.
وتحنا فرحانين بولد بلادنا سفيان الرحيمي على هذا العبور المميز مع العينة الإماراتية. أعدت للعينة الإماراتي مجدا غاب عن الفريق الإماراتي. سفيان، أنا عارفة أنك مازال بقي في العين، في ماذا يفكر سفيان في الموسم القادم؟ وبغيتك تعطيني خبر حصري للظهيرة، فاش كيفكر سفيان في القادم؟ والله صراحة تفكيري دابا مع المنتخب الوطني المغربي، خصني نقدم إضافة ليه هو أول شيء اللي كاين في شهر 6 إن شاء الله. صراحة ما كنفكر دابا حتى شي حاجة، عندي واحد الوقت ديال الراحة، ما نقدر نقول لك زعما ما كاين حتى شي حاجة دابا صراحة. صدقتك سفيان. المهم كنتمنى لك كل شيء التوفيق، كل الأسود الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة مع الأندية ديالهم، وطبعا كان سفيان الرحيمي اسم متميز هذا العام في الدوري الإماراتي، والاسم اللي تردد بزاف هذا العام في الملاعب الإماراتية هو اسم رحيمي. كل التوفيق، وكنتمنى من سفيان أنه يحقق ما يصبو إليها مع المنتخب الوطني. شكرا لك سفيان، شكرا لأنك احترمت الالتزام ديالك رغم أنه عندك حصة إعدادية الآن. شكرا لك سفيان. شكرا سنة. شكرا سيدة. وفي الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظهيرة: رفح تحترق والمحتل الإسرائيلي يقصف مخيما للنازحين، 45 شهيدا في مجزرة الخيام، وعواصم تندد بفعلات المحتل الإسرائيلية. أثمنة أضاحي العيد ملتهبة في الأسواق، ونحن على مشارف العيد الكبير قمنا بجس النبض في سوق الاثنين ببرشيد مع جيهان الدبلالية. الأثمنة تتجاوز 5000 درهم لخروف سردي. على مقربة من حصاد السنة الدراسية، أزيد من 493 ألف مترشح للباكالوريا في دورة يونيو، ودعم بحصص لاستدراك ما ضاع من السنة الدراسية. واستضفنا في ظهيرة الأسد البطل الهداف والأفضل في دوري آسيا سفيان رحيمي، الذي كان معنا مباشرة من العين الإماراتية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الظهيرة. الموعد الإخباري القادم أمازيغي أنفس وغل ليلى مع إحسان بن بل، المسائية مع زكريا إيت عبد المجيد. شكرا على طيب المتابعة.